والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيما يتعلق بأصول الفقه، فيما يتعلق بتعريفه وموضوعه واستنتاجه وفائدته، هذا سيتكلم عليه المؤلف رحمه الله. فمثل هذه المقدمات هذه سيرجع الكلام عليها إن شاء الله إلى حين المؤلف رحمه الله سيتعلم سيتكلم عن تعريفه أصول الفقه باعتباره فنا أو باعتباره علما على هذا الفن، وسيتكلم أيضا عن تعريف أصول الفقه باعتباره فنيا. لكن الآن الذي المقدمة التي سنبدأ بها الآن سنشير إشارة إلى المراحل التي مر بها أصول الفقه التأليف أصول الفقه التأليف، وأما بقية المقدمات فهذه نرجئها إن شاء الله إلى مواضعها كما سيأتي إن شاء الله. نقول كتاب الورقات عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله أحد المؤلفات من أصول الفقه، أحد المؤلفات أو أحد المتون، أحد المؤلفات أو أحد المتون والمختصرات في أصول الفقه. اعلم أن التدوين في أصول الفقه مر بثلاث مراحل، تدوين في أصول الفقه مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى تبدأ من عصر الشافعي رحمه الله وتنتهي بنهاية القرن الرابع الهجري تقريبا، فإن الشافعي رحمه الله هو أول من كتب في أصول الفقه وجمعه كفن مستقل. الشافعي أول من كتب في أصول الفقه وجمعه كفن مستقل، يعني كفن أصول الفقه وجمعه كفن مستقل، يعني كفن. مع أن الحنفية رحمه الله ينازعون في ذلك ويقولون بأن أول من كتب في أصول الفقه هو محمد بن حسن، نعم محمد بن حسن. لكن المشهور والمعروف والذي عليه أكثر أهل العلم أن أول من ألف في أصول الفقه وجمعه كفن مستقل هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، المتوفى سنة 50 و100 للهجرة. والشافعي رحمه الله أهله بالكتابة في أصول الفقه أنه أخذ من مدرسة الحديث ومدرسة الرأي ومدرسة أهل مكة، فإن الشافعي رحمه الله وجد في وقته مدرسة أهل الحديث والأثر، وذلك في المدينة النبوية، وشيخها الإمام مالك رحمه الله صاحب الموطأ، وأيضا وجد في وقته مدرسة أهل الرأي، مدرسة أهل الرأي، وهذه شيوخها أصحاب أبي حنيفة رحمه الله يعني شيوخها أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. وغلب على جانب مدرسة أهل الحديث والأثر، غلب عليها جانب الرواية لأن موطنها هو المدينة النبوية، المدينة النبوية هي موطن الصحابة رضي الله تعالى عنه ومكان واحد، وغلب على جانب مدينة الرأي وفيها لأن موطنها هو
هو الكوفة، ولم تتوفر الرواية لهم كما توفرت الرواية لأهل المدينة، بل كثر فيها الفتن، كثر الفتن فيها، وكثر فيها وضع الحديث، كثر فيها وضع الحديث. وكلتا المدرستين، مدرسة أهل المدينة ومدرسة أهل العراق، كل منهما تتفق على وجوب الأخذ بالكتاب والسنة، نعم كتاب السنة. الشافعي رحمه الله استطاع أن يجمع بين هاتين المدرستين، فهو يتلمذ على الإمام مالك رحمه الله في المدينة وحفظ الموطأ، وتتلمذ أيضا على محمد بن الحسن الحنفي رحمه الله وآخر منه. الشافعي رحمه الله جمع بين هذين المنهجين، يعني منهج الحديث والأثر ومنهج أهل الرأي، منهج أهل الرأي. كما أن الشافعي رحمه الله استفاد من مدرسة أهل مكة المكرمة و المدرسة المكية تعنى بالقرآن الكريم، يعني فيما يتعلق بالقرآن الكريم وتفسيره وأسباب نزوله ولغة العرب وعاداتهم، لغة العرب وعاداتهم. كما أن الشافعي رحمه الله خرج إلى هذيل وهي أفصح العرب لكي يتعلم أو لكي يأخذ عنها لغتها، فأخذ عنها لغتها وحفظ عنها كثيرا من أشعارها. فهذه الأمور استطاع الشافعي رحمه الله من خلالها أن يصنع أصول الفقه، يعني أن يصنع للفقهاء أصول الاستنباط وقواعد الاستدلال وضوابط الاجتهاد، يعني كونه أخذ من مدرسة المدينة ومن مدرسة العراق، مدرسة الحديث، مدرسة الرأي، وأخذ أيضا من مدرسة مكة، وأخذ أيضا عن أفصح العرب. لهذه المعطيات استطاع الشافعي رحمه الله أن يصنع هذا الفن، أن يصنع أصولا للاستنباط وقواعد الاستدلال وضوابط الاجتهاد، فصنف كتابه ماذا؟ الرسالة. قال الإمام أحمد رحمه الله: كان الفقه قفلا على أهله حتى فتحه الشافعي، يعني كان الفقه قفلا على أهله حتى فتحه الشافعي. وقال: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. الرسالة، هذا الكتاب الذي ألفه الشافعي رحمه الله، كتاب الرسالة ألفه كتبه مرتين، وهكذا الشافعي رحمه الله، الشافعي رحمه الله كتب مذهبه أو له مذهبان، المذهب القديم ومذهب الجديد. فالمذهب الجديد هذا كان في أي شيء؟ كان في العراق قبل دخول مصر. والمذهب الجديد كان بعد دخوله مصر. الشافعي رحمه الله كتب الرسالة مرتين، يعني كتب الرسالة مرتين، الرسالة القديمة والرسالة الجديدة. والمطبوع الآن والمتعارف عليه هو الرسالة الجديدة، المطبوع الآن الموجود الآن الرسالة الجديدة. أما الرسالة القديمة فقد كتبها أولا في بغداد، كتبها أولا في بغداد. وسبب كتابة الشافعي رحمه الله للرسالة أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله
كتب للشافعي يطلب منه يعني يطلب منه كتابا يذكر فيه شرائط الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وبيان الناس والمنسوخ ومراتب العموم والخصوص. فوضع الرسالة بسببها تلك الرسالة أن الشافعي رحمه الله كتب إليه عبد الرحمن بن مهدي يطلب منه أن يكتب كتابا يذكر فيه شرائط الاستدلال بالكتاب والسنة وكذلك بيان الإجماع والقياس وبيان الناس والمنسوخ ومراتب العموم والخصوص. فوضع الرسالة وأرسلها إليه. فلما قرأها عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: ما ظننت أن الله تعالى خلق مثل هذا الرجل. ثم قال: ما أصلي صلاة إلا دعوت الشافعي. قال: ما أصلي صلاة إلا دعوت الشافعي. وهذه الرسالة يقال بأن الشافعي رحمه الله كتبها من حفظه، يعني كتب الشافعي رحمه الله من حفظه وأراد فيها الاختصار. وتشتمل الرسالة يعني موضع الرسالة تشتمل على حجية السنة وحجية قبر الآحاد ومنزلة السنة من الكتاب ومنزلة الإجماع والقياس والناس والمنسوخ وصفة النهي والمجمل والمبين والعالم والخاص وكذلك أيضا التعارض إلى آخره. هذا فيما يتعلق بأي شيء؟ نعم فيما يتعلق بالرسالة، لكن هذا فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المراحل. ها في يعني تدوير أصول الفقه في هذول الأصول. وقلنا بأن أول من بدأ أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله، وذكرنا يعني الأسباب التي أعطت الشافعي القدرة على الكتابة في مثل هذا الفن في مثل هذا الفن. طيب المرحلة الثانية، المرحلة الثانية وهذه تبدأ من أوائل القرن الخامس إلى نهاية القرن السابع، يعني من أوائل القرن، تبدأ من أوائل القرن الخامس إلى نهاية القرن السابع. وقد برز في هذه الفترة والمرحلة شيخان كبيران، أما الأول فهو الخطيب البغدادي، ألف كتابه الفقيه والمتفقه في الأصول، ألف كتابه الفقيه والمتفقه في الأصول الذي جعله نصيحة لأهل الحديث، جعله نصيحة لأهل الحديث، ويعتبر كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله امتدادا لكتاب الرسالة للشافعي، امتدادا لكتاب الرسالة للشافعي. وأما الإمام الآخر فهو ابن عبد البر رحمه الله، هو يعتبر امتدادا لكتاب الرسالة لكنه أضاف إليه بعض المسائل المتعلقة بأدب الفقه. وأما الإمام الآخر فهو ابن عبد البر رحمه الله، ألف كتابه جامع بيان العلم وفضله. وهذا يشتمل على أمرين: كتاب جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر اشتمل على أمرين. أما الأمر الأول فهو فضل العلم وآداب أهله، فضل العلم وآداب أهله. وأما الأمر الثاني فهو فيما يتعلق بالمباحث الأصولية، فيما يتعلق بالمباحث الأصولية مثل أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس
وكذلك أيضا ما يتعلق بالتقليد والاجتهاد والفتوى إلى آخره. وكذلك أيضا من الكتب التي كتبت في هذه المرحلة الثانية من الكتب كتبت فيها تقويم النظر لأبي زيد الدبوسي وهو من علماء الحنفية، وتوسع رحمه الله فيما يتعلق بالقياس، وأدخل في كتابه كثيرا من كلام المتكلمين وكذلك أيضا الغزالي رحمه الله ألف فيها كتابه المستصفى، وأيضا أدخل فيه كثيرا من كلام المتكلمين. المستصفى هذا اختصر ابن قدامة رحمه الله في كتابه روضة الناظر، اختصر كتاب المستصفى في كتاب روضة الناظر. وفي هذه الفترة الفترة الثانية والمرحلة الثانية كثرت كتب المتكلمين الأصوليين، ودخل علم الكلام دخل في أصول من كتب الباقلاني والجويني، من كتب الباقلاني والجويني والغزالي والرازي، كما أنه أيضا ظهرت كتب في أصول الفقه المعتزلة مثل القاضي عبد الجبار، ومثل أيضا أبي الحسين البصري في كتابه المعتمد المرحلة الثالثة من كتابة أصول الفقه وتبدأ من بداية القرن الثامن إلى نهاية القرن العاشر. وفي هذه الفترة اتسعت جهود المتكلمين الأصولية وتوفرت كتبهم من المختصرات وكذلك أيضا الشروح مثل المحصول للرازي ومثل أيضا أحكام الأحكام للآمدي، ومثل أيضا كتاب البيضاوي المختصرات للحاجب، وكذلك أيضا البيضاوي المنهاج البيضاوي مطبوع كتاب المنهاج البيضاوي مختصر للحاجب. وهذه الكتب لم تقتصر على أصول الفقه، وإنما دخلها علم الكلام والمنطق. وفي هذه المرحلة وجد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا ابن القيم وكانت لهم جهود كانت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكذلك أيضا ابن القيم لهم جهود تتلخص بما يلي: أولا إرجاع الناس أو تأصيل قواعد أهل السنة والجماعة والرجوع إلى الكتاب والسنة والإجماع وما دل عليه العقل، إلى ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل الصحيح والفطرة، وعدم الالتفات إلى المناهج الكلامية والطرق الفلسفية، وهذا يظهر في كتاب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله التحسين والتخليق العقليين والإنضاق العرض مثل العقل. والمرحلة الأمر الثاني الرد
نعم الرد على الباطل وكشف إثبانه، نعم وكشف إثبانه، الرد على الباطل وكشف إثبانه. وهذا يظهر كما تقدم في الكتب السابقة. وفي هذه المرحلة أيضا وجدت بعض المؤلفات من بعض أهل السنة والجماعة لكن شائبة علم الكلام موجودة فيه. ومن هذه المؤلفات من مؤلفات الحنابلة في أصول الفقه غير قوة الناظر من مؤلفاتهم مختصر التحرير، مختصر التحرير هذا لابن النجار، نعم، وشرح مختصر التحرير أيضا لابن النجار نفسه، وتحرير المنقول، تحرير المنقول وتحديد علم الأصول المرجاوي، المرجاوي صاحب الإنصاف له كتاب اسمه تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول. جاد النجار سفرها في كتاب مختصر التحرير موجودة، ثم بعد ذلك شرحه يعني شرح مختصر التحرير واسمه الكوكب المنير، نعم الكوكب المنير موجود الآن. وكذلك أيضا من هذه المختصرات مختصر من اللحام، من كتب صورة الأحنابي مختصر ابن اللحام، وأيضا شرح مختصر ابن اللحام، شرح مختصر ابن اللحام، وأيضا من كتب الحنابلة قواعد الفصول ومعاقب الفصول، قواعد الفصول ومعاقب الفصول لعبد المؤمن الحنبلي، يعني عبد المؤمن الحنبلي. المشهور عند الحنابلة هو روضة الناظر ابن قدامة رحمه الله، وتقدم أن ابن قدامة رحمه الله استقاه من كتاب المستصفى، وكذلك أيضا من المشهور عندهم الآن مختصر التحرير، يعني مختصر التحرير من المختصرات المشهورة عند الحنابلة، مختصر التحرير لابن النجار وشرحه الكوكب المنير، يعني الكوكب علي المشهور. أن كتاب الورقات هذا يعني يختبر في المرحلة الثانية من مراحل الوين فقط، لأنه في المرحلة الثانية من مراحل الوين فقط ظهرت كما تقدم كتب الباطلاني والجويني والغزالي، وهو مختصر كما سيأتي إن شاء الله مختصر في الأصول من المدونات. ومؤلفه أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، والجويني هذه نسبة أو نسبة إلى جويني بلدة بنيسابور، نعم بلدة بنيسابور، وقد ولد رحمه الله سنة 1400 للهجرة، ولد رحمه الله سنة 1400 للهجرة، وهو يعتبر من أئمة الشافعية، ويلقبونه بإمام الحرمين، يعني يلقبونه بإمام الحرمين لأنه ذهب إلى مكة وجاور فيها 4 سنوات، فلقب بهذا اللقب. تعلم على والده أو أخذ عن والده رحمه الله، وكما هي عادة العلماء في زمن السابق يرحلون في الطلب، فرحل رحمه الله إلى مكة تقدر أنه جاور فيها 4 سنوات، ورحل أيضا إلى بغداد، وأيضا رحل أيضا إلى المدينة النبوية، ثم بعد ذلك رجع إلى بلده نيسابور، وبنيت له المدرسة النظامية وشرع في التدريس، وكان في أول أمره على مذهب المعتزلة والأشاعرة فيما يتعلق بالأسماء والصفات،
ثم بعد ذلك رجع رحمه الله إلى مذهب السنة والجماعة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وله مؤلفات كثيرة فيما يتعلق بالفقه وأصول الفقه وعمل أصول الدين، ومن مؤلفاته في أصول الفقه البرهان. البرهان قد خلقه كثير من أهل الكلام، ومن مؤلفاته أيضا على كتاب الأوقاف صوفي رحمه الله سنة 68. الله.